مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في حصتكم ألو فارس. اليوم ككل يوم رانا في الموعد، إن شاء الله حنقدم لكم زوج وصفات كما جرات العادة. مشاهدينا الكرام، الوصفات تاع اليوم راح يكونوا في زوج حلوين. تابعوا معايا المقادير وطريقة تحضير هذه الوصفات. وقبل ما نبداو طريقة التحضير والمقادير، مشاهدينا الكرام، نوصيكم على الكراس وكذلك نوصيكم على رقم الهاتف اللي تقدروا تتصلوا به. هكذا نشوفوا الوصفات اللي كو حابين تعرفوها مشاهدينا الكرام. 023 53 44 25، هذا هو رقم الهاتف اللي تقدروا تتصلوا، هذا باش نشوفوا كل المقادير، راه يظهر في اسفل الشاشه رقم الهاتف. مشاهدينا الكرام، كما جرت العاده اليوم عندنا زوج وصفات. الوصفه الاولى اللي راح تكون حلوه جافه، ولكن راح نحشيوها بالجزر. حلوه صدقوني كما قدمت لكم المره اللي فاتت حلوه السلق، اليوم كذلك راح نقدموا حلوه بالجزر، يعني الحشو نتاعها راح يكون بالجزر. تبعوني معايا، تبعوا مليح معايا وشوفوا المقادير وطريقه تحضير تاع هذه الكيفيات. يلا نروحوا غير بلاقي المشاهدين الكرام، هذا باش تاخذوا كل المقادير. هنا عندكم، هنا الحشو عندكم 6 حبات تاع زروديه يكونوا متوسطين، اللي راكم رايحين تسكرجوهم بهذه الطريقه. عندكم كاس صغير تاع اللوز اذا كان كاين ديروه، ما كانش معليش. عندكم نص كاس تاع السكر ومرق كبيره تاع قرفه. هذا بالنسبة للحشو، نعاود لكم 6 حبات زرودية يكونوا مبشورين، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع اللوز، ونص كاس تاع السكر، ومغرف كبيرة تاع قرفة. هذا بالنسبة للحشو تاع هاد الحلوى الجافة. والعجينة عندكم تبعوا معايا 250 غرام مارغرين تكون طرية، حبة بيض، نص كاس تاع الزيت، علبة تاع الياورت الطبيعي، وعندكم نص كاس تاع السكر، زوج مغارف كبار فانيليا، ومغرف كبيرة تاع خميرة الحلوى. هذا بالنسبة للعجينة. أما بالنسبة للتزيين، نسحقوا شوية تاع نواه كوكو باش نزيدوا هذه الحلوى تاعنا. وعندكم شربات، وهنا طبعا العجينة عندكم 5 حتى 6 كيسان تاع فارينة باش نطمو العجينة. وعندكم هنا زوج كيسان ونص تاع الماء وزوج كيسان تاع السكر. نعاود لكم مقادير تاع العجينة. قلنا عندكم 250 غرام مارغرين تكون طرية، حبة تاع البيض، علبة تاع الياورت الطبيعي، عندكم نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع السكر، قلنا زوج مغارف كبار ولا مغارف كبيرة تاع خميرة تاع الحلوى، وعندكم زوج مغارف كبار فانيليا. قلنا للتزيين عندكم شويه تاع نواه كوكو. عندكم كذلك باش تطموا العجينه تاعكم 5 حتى 6 كيسان تاع فارينه. وعندكم الشربات ولا السيرو اللي رايحين شربوا به هذه الحلوى، عندكم زوج كيسان ونص تاع الماء وزوج كيسان تاع السكر. هذا بالنسبه للمقادير مشاهدينا الكرام. نروحوا درك مباشره لطريقه تحضير تاع هذه الحلوى. شوفوا معايا، ناخذ هنا زوج كسارن، كسرونا نحط فيها الشربات، زوج كيسان ونص تاع الماء. يلا نستقبلوا اول مكالمه. بسمه. الو، السلام عليكم بسمه. سلام، واش راك فارس؟ واش راكي لاباس؟ ها والله الحمد لله. واش راك انت؟ صافا لاباس الحمد لله. السؤال عليكم. الحمد لله. معك بسمه من الطارف. مرحبا بك بسمه، مرحبا بناس الطارف. يعيشك، واش راك لاباس؟ لاباس، ولا عليكم انتوما لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. قولي لي بسمه. مبروك فارس، الوصفات كامل ناجحه تاعك. الله يسلمك، قولي لي جربتي الوصفات؟ جربت. واش جربتي قولي لي؟ جربت الغريبه، جربت المشوك، جربت قلب اللوز. ونجحوا لك. انقطعت المكالمه، بارك الله فيك بسمه. يعطيك الصحة وسلامي لكل ناس طرف. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، طريقة التحضير قلنا درت زوج كيسان ونص تاع الماء وكاس وزوج كيسان ونص تاع الماء وزوج كيسان تاع السكر. هاملك حطهم هكذا فوق النار، نخلط بهذه الطريقة ونخلي، شوفوا معايا، ونخلي هاد السيرو دونك ما يكونش خفيف بزاف، ها يكون شويه ثقيل وماشي ثقيل بزاف في نفس الوقت. نخليه نشوفو قلب يعقد شويه ونحيه. شوفوا هنا نزيد له 2 قطرات تاع عصير الليمون،
هكذا، قلنا جوج قطرات تاع عصير الليمون هكذا، ونخلط ونخلي هاد السيرو يعقد شويه. يلا نزيدو نشوفو مكالمه. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم ام رؤيا، واش راكم يا ناس الصيف؟ لاباس الحمد لله. صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، الله يهنيك. الحمد لله. جفير، تحب نشكرك على حاجه بزاف بزاف. نعم، راك درت لي، فتحت لي باب رزق كيما نقولوا. والله ما سمعتك ام قلب قلت لك فتحت لي باب رزق بفضل قلب اللوز نتاعك. انجح لك. نجح لي وهاني نخدم ونبيع. صحتك، صحه والراحه. عايشك شفاف، بارك الله فيك، شكرا لك. معليش نسالك سؤال. نعم تفضلي. لي زيكلار اللي درتهم بلا باتاشو. نعم لي زيكلار. وي اها، معليش نديرهم فور عادي ولا لازم لهم فور فونتيلي؟ لا لا، دير فيهم عادي، فور عادي، ما تكسريش راسك كاع. معليش شفاف، ربي يعينك وشكرا بارك الله فيك. شكرا شكرا لك، يعطيك الصحة وسلامي لكل الناس الصيف. شوفوا هنا مشاهدنا الكرام، هنا حطيت لكم ست حبات تاع زرديكم متوسطين، تسكرفجوهم، نص كاس تاع السكر، ما ديروش الماء، ونحط الزردية تاعي فوق النار ونخليها تتعسل، يعني تولي معسلة. شوفوا هذوك الزردية هي تطلق الماء، هكذا خلطها، شوفوا معايا هكذا، ونخليها فوق النار كما قلت لكم، خليها تتعسل، يعني تدبل وتتعسل هكذا، شوفوا معايا هكذا بهذه الطريقة. نروحوا درك، قلنا هنا الواد كوكو باش تزينوا به الحلوة تاعكم، نروحوا نحضروا العجينة. شوفوا معايا العجينة كذلك بسيطة وسهلة، نحط هنا 250 غرام تاع المارغارين، شوفوا هنا، نزيد نص كاس تاع السكر هكذا. يلا نزيدو نشوفو مكالمة. الو الو يا ميمي، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس على النابة؟ والله لاباس الحمد لله. مرحبا بك. بيك يعيشك. الله يسلمك يطول عمرك. تفضلي ميمي. بيك يعيشك. عندك سؤال ميمي؟ كي حبيت نحب نشكرك على الحصة. الله الله يسلمك. والبريوش كي نديرو ما يصلح ليش؟ البريوش راح ندير لكم بريوش باذن الله. ميمي. نعم. راح ندير لكم حصه غير البريوش. ويولي يصلح لك، ما كاينش مشكل. ان شاء الله نزيد نطلب منك طلب. تفضلي. دير لي لاطارت، عيد ميلاد زوجي قريب، حاب ندير له. نعم. لاطارت. عيد ميلاد زوجك قريب ان شاء الله. اهيه، ما كاش مشكل، حابه ندير له سوبخيز هكا. ما كاش مشكل، ماهوش يسمع فينا. قدامك. قدامك. راحت المفاجأة. انا ما نقولوش مكتاش برك. سلمي عليه. طالب صغير 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 خلاص. تفضلي. حابه نهدي للزوج اللي قدامي نور الدين. سلموا عليه نور الدين. يما وبابا اللي في عين عبيد، نسلي عليهم نقول لهم توحشك بزاف بزاف بزاف. بارك الله فيك، حتى حنا نسلموا عليهم. شكرا لك ميمي، بارك الله فيك، شكرا. شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، درت 250 غرام تاع مارغارين، ودرت كذلك نص كاس تاع السكر، خلطوهم مليح، نزيد هنا علبه تاع الياورت طبيعي. شوفوا معايا. هكذا نزيد نخلط، شوفوا هكذا خلط مليح هكذا، نزيد نص كاس تاع الزيت بهذه الطريقة، شوفوا معايا خلط مليح هكذا. كما كنتوا تشوفوا هنا عجينة بسيطة، شوفوا معايا خلط مليح، نزيد حبة تاع البيض، ويلا نزيد نشوفوا مكالمة. أم توبة، السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكي لاباس؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس عند فلا؟ لاباس، يسالوا كاع عليك. الحمد لله، سلمي بزاف عليهم. الله يسلمك، راك منور الشاشة.
الله يسلمك تعيشي. يسلمك خويا، وراه مديول قلنا ندير لكم وراهم. واش هما؟ ديول ديول. الديول صبروا عليا صبروا، ما تكسروش راسكم، دونك هاد الايامات ندير لكم الديول والقطايف. ان شاء الله ان شاء الله. هذا مثلا لك حبال تعرفي غير ديول القطايف. غير ديول القطايف. ما كاش مشكل. ديول تاع المقلة شفارد. تاع المقلة طبعا ما كاش مشكل. صح راك تمدنا لي غوسيت كامل هايلين. بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. شكرا لك. نسيون ننجحوا فيهم. نعم؟ نسيوهم وننجحوا فيهم. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك، الله يسلمك. شكرا لك، شكرا. دمت متألقا إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيكم، شكرا. يعطيكم الصحة. شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، العجينة قلنا 250 غرام مارغرين، نص كاس تاع السكر تخلطوهم مليح، من بعد تزيدوا علبة تاع اليوت الطبيعي، تزيدوا نص كاس تاع الزيت. هكذا نخلط مليح، قلنا زوج مغارف كبار فانيليا. هاي ليك. هنا نبدا نطم العجينة تاعي، شوف. هكذا شوف. شوفوا تحصلوا على كريمة، هاي ليك. خلطوا مليح، قلنا نتحصلوا على كريمة. نبدا ندير هنا الفارينة غير بالعقل هكذا. هنا قلنا الفارينة راح نديروا 5 حتى 6 كيسان، نزيد مغرف كبير تاع مية الحلوى هكذا، ونبدا نطم العجينة تاعي هكذا بهذه الطريقة. وقلنا هاد السيرو ما لازمش يكون خفيفة وما يكونش نفس الوقت ثقيل هكذا بهذه الطريقة. شوف هكذا نخلط مليح، شوفوا معايا هكذا تنطموا كامل العجينة، والعجينة اللي تحصلوا عليها تكون يعني سهلة الاستعمال، ما تكونش يابسة بزاف. شوفوا معايا أنا بدأت نطم العجينة تاعي، شوفوا معايا هايلك هكذا بهذه الطريقة. وما تغفلوش على الزروديه تاعكم ياك، قلنا الزروديه لازم نخليوها تتعسل لان درنا لها نص كاس تاع السكر. يلا نزيدو نشوفو مكالمة. ام صهيب السلام عليكم. الو شفارس. السلام عليكم ام صهيب. كيفك راك غاية؟ لاباس الحمد لله، وانتم واش راكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. راك مشرفنا ومشرفنا مع الدول العربية. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يخليك لميمتك. الله يسلمك، يطول عمرك، شكرا. يعطيك الصحة. إن شاء الله. الله ينوهدك جديدة. فأنا شفت أنا من جيجل وبصح أنا راني تلمسانية. أنت من جيجل وعايشة في تلمسان؟ نو أنا تلمسانية مزوجة في جيجل. الله يبارك. يلا كلهم واحد، جيجل وتلمسان كيف كيف، يلا. شفت أنا. نعم. الله يخليك، هذيك لاباط اللي عطيتها لنا باش نديروا بها البنان. نعم واش ندير؟ هذيك لاباط اللي باش نديروها في الحلوه هذيك تاع البنان. اها. بقات لي تسمى لاباط بزاف، درت لها الفارينه وقليتها يعني ونعسلها نورمال. عادي عادي عادي. اه. اقليها تتنفخ لك شويه ومن بعد عسليها. الله يحفظك الشيخ فارس. بارك الله. نطلب منك تعيش دير لنا البسطيله. بسطيله ما عليه، هذيك انا خليتها لكم من رمضان باذن الله. بس احنا في تلمسان نديروا بزاف البسطيله. ياكلوها انتم صالي سكري هكذا. يعطيك الصحه صالي سكري. بالسكري كلاص والقرفه. يعطيك الصحه هذيك هي. ما عليه هذيك هي. الله يحفظك الله يحفظك الشافع. الله يسلمك. نحيي كامل الطاقم اللي راه تما وراك مشرفنا بزاف بزاف مع الدول العربيه مع الدول الاجنبيه. بارك الله يعني فيك. ربي يحفظك. الله يسلمك. ماذا بينا نصيبوا هكذا على جنس تاعنا هكذا نفتخروا بها. الله يسلمك، بارك الله فيك، الله يعطيك الخير. تحية صغيرة باسكو راني متغربة هنا في جيجل، ندير تحية لكل لافامي منصري بتلمسا وخاصة الأم تاعي نحييها. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا لك سيداتي، نحييهم حنا تاني، بارك الله فيك.
شكرا، مع السلامه سيداتي. شكرا. شوفوا هنا معايا مشاهدينا الكرام، هاي لك لابات تاعي، هاي لك هي واجده، راح نحطها هنا. شوفوا معايا واش راح ندير. شوفوا معايا، شوفوا هنا، خذ لكم الزر ديالكم خليوها. شوفوا هاي تدبل وراح تتعسل. شوفوا بهذه الطريقه، هاي ليك. شوفوا معايا هكذا، نحط الزر تاعي هنا. ونزيد لها نص كاس تاع اللوز، ونزيد لها مارف كبيرة تاع قرفة هكذا، ونخلط. هذا هو الحشو اللي راح يكون في الحلوة تاعي. شوفوا معايا انتم في الدار، خليوا الحشو تاعكم يبرد. شوفوا معايا، نجيب مغرف واحد اخرى. وقلت لكم هاد السيروم ما لازمش يعقد بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش كذلك خفيف. يلا نزيدو نشوفوا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم فاطمه، واش راك خويا فارس؟ لاباس، صحتك؟ لاباس لاباس الحمد لله. الحمد لله. فضلي فاطمه. فضلي. واش راك لاباس؟ الحمد لله. طيب يا الحمد لله، الله يهنيك. الحمد لله، الله يسلمك على كل شيء اللي راك ديره. الله يسلمك، طول عمرك. شكرا. يسلمك خويا فارس، انا حبيت منك سيجار تاع المقله. سيجار تاع المقله؟ حبيتي ايه. حبيتي بالعجين ولا بالديول؟ لا بالعجين. بالعجين ما عليك. ايه. ما يكون لا خاطرك. اي سلمك، ونشكرك بزاف بزاف، ونهدي تحياتي للزوج تاعي وولدي الصغير. ما حتى حنا يحفظكم كاع. احنا يا تاني نحييكم، ونحيي الزوج تاعك، ونحيي ولادك، ونحيي كل الناس وهران. شكرا لك فاطمه، بارك الله فيك. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام، تاخذوا كميه العجينه هاي ليك، نحط لها انتم في الدار هذا الحشو، خليوه يبرد شويه، نحط لها كميه تاع الحشو هكذا، ونغلق بهذه الطريقه. شوفوا معايا، نغلق. ويقول لي سلطان مليحه لي، هذه ما يشوفش مليح. طبعا مليحه ليك سلطان هذه، لانك ما تشوفش مليح، دونك نوصيك بهاد الحلوه سلطان. شوفوا معايا مشاهدينا الكرام، قلنا انتم هذا الحشو خليوه يبرد. شوفوا هكذا، ونشكل كويرات بهذا الشكل. زيد نعاود لكم واحده اخرى. شوفوا هاي ليك، ناخذ. شوفوا شوفوا هكذا، شوفوا معايا شويه تاع العجين. مريم ما يدخل ما فهمت والو، هذا كاطو ولا بلا ولا هذه حلوه مريم؟ انا نقول حلوه بالزروديه كما الحلوه اللي درناها بالسلق، ولازم تجربوها، لازم تجربوها، لانه صح بنينه. على بالكم الحشو هذا بقرفه بالزروديه واللوز ما شاء الله. شوفوا معايا، نحط كميه تاع الحشو هنا. هذه مريم مشاكسه، من تخلط فيها مريم؟ شوفوا معايا هكذا، ونغلق غير بالعقل. انتم في الدار قلت لكم الحشو خليوه يبرد. شوفوا معايا هكذا، ونشكل بهذه الطريقه هكذا، ونشكلوا كويرات بهذا الشكل. وراح نطيبهم على درجه حراره 180 درجه مده 25 دقيقه. من بعد ما يطيبوا السيرو تاعكم، تكونوا طيبتوه وخليتوه برد، رايحين تغطسوهم في السيرو، من بعد راح ترمدوهم في الوات كوكو. شوفوا معايا هكذا هكذا هكذا، حتى تكملوا كامل الكميه تاع العجينه اللي تكون عندكم مشاهدينا الكرام. وهنا العجينه حوالي يعني القيس تاعها ولا الوزن تاعها تكون حوالي 15 حتى 20 غرام هكذا. شوفوا نحط هكذا، شوفوا زيد لكم وحده، ونعمر الحشو بهذه الطريقه، ونغلق على الحشو
وشكل كرات صغار ما يدون يكونوا متوسطين. يلا نزيد نشوفوا مكالمة. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. واش راكي أسماء؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس بومرداس؟ لاباس السؤال عليكم. الحمد لله الحمد لله الله يهنيك. تفضلي أسماء. شفت حبيت إلا تقدر دير لنا زلابية. زلابية؟ زلابية. الله الله راح نمتعكم في رمضان إن شاء الله. بإذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. هذا ما كان اسمع. هذا ما كان زلابيه. ما عليه ما يكون لا خطر. معليش نجوز تحيه صغيره. صغيره يلا تفضلي. اليما واختي زهراء راهم يتفرجوا فيك دوكا. برج الكيفان. لا لا اليما قلت نهدي تحياتي لامي واختي زهراء راهي تفرجت دوكا فيكم. الله يسلمك نسلموا عليهم حنا ثاني. بارك الله فيك اسمع. بارك الله فيك. شكرا شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا كنقولوا نحلوا لاباط نحطوا الحشت وما نخليو الحشت تاعكم يبرد نغلقوا عليه نشكلوا شوكولات كيما هادو. من بعد السيرو تاعكم شوفوا كيما هنا انا راح نطفي السيرو تاعو لان السيرو تاعي عفوا لان قلت لكم ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل في نفس الوقت. راح نخليه راح نطيب هذوك على درجه حراره 180 درجه حتى يحمروا. من بعد راح نغطسهم في هذا السيرو وراح نرمدهم في النواه كوكوات وتركهم في المقادير. كيفيه سهله مشاهدينا الكرام. راح نكمل الكيفيه تاعي راح ندخلها للفرن نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو وراح نشوفوا الكيفيه الثانيه اللي هي البسبوسه اللي طلبتوها بزاف بزاف مني انتم. خليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مره ثانيه. نروحوا للوصفه الثانيه اللي هي بسبوسه. طريقه سهله وصفه سهله وفي نفس الوقت خفيفه وظريفه وفي نفس الوقت بنينه. يلا واش عندنا لهذه البسبوسه؟ تبعوا معايا المقادير. عندكم 3 حبات بيض، نص كاس تاع السكر، مبشور تاع ليمونه ولا زوج، وتقدروا ديروا مبشور ليمون ومبشور البرتقاله. عندكم كيس خميره كيميائيه، زوج مغارف كبار تاع لافاني، عندكم كاس ونص تاع سميد يكون متوسط، كاس فارينه، كاس غير ربع تاع حليب، نص كاس تاع الزيت، وعندكم الشربات هنا ثلث كيسان تاع سكر، اربع كيسان تاع الماء، وشويه مبشور عصير الليمون. هذا بالنسبه للمقادير. نعاود لكم بسرعه المقادير. قلنا 3 بيض، نص كاس سكر، عندكم مبشور تاع ليمونه ولا زوج، كاس خميره كيميائيه، زوج مغارف كبار تاع فانيليا، عندكم كاس ونص تاع سميد يكون متوسط، كاس فارينه، كاس غير ربع تاع حليب، نص كاس تاع الزيت، وبالنسبه للشربات ثلث كيسان تاع السكر، ربع كيسان تاع الماء، وشويه عصير الليمون. نروحوا مباشره لطريقه التحضير مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا. ناخذ كسرونه، نحط قلنا ثلث كيسان تاع السكر، دائما الشربات قلنا هي الاولى، ربع كيسان تاع الماء، شوفوا معايا هكذا. نحطهم فوق النار تبعوا معايا وندير عصير الليمون. هنا زوج مغارف تاع عصير الليمون بهذه الطريقه هكذا. شوفوا معايا نحط الشربات تاعي فوق النار ونخليها طيب. هنا ما تكونش الشربات عاقده، ما يكونش سيرو، تكون عاقده، نخليها تغلي غليات زوج ونطفي لها ونخليها تبرد باش من بعد نشرب البسبوسه تاعي تكون سخونه والشربات تكون بارده. يلا نشوفوا مكالمه. الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم مليكه واش راكي؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. وصحتك لاباس؟ ولا غير الحمد لله. انتم راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله الله يهنيك مليكه. الحمد لله. معك الاخت مليكه من مديه. مرحبا 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 بلاس من مديه. الله يسلمك خويا ربي يعاونك ان شاء الله. الله يسلمك يطول عمرك. اي سلمك. حبيت نسقسيك بس هذيك اللي فيها القرفه والزروديه لاباط ما فهمتهاش. لاباط لاباط نعم لافاقس واش بها؟ اي لاباط ما شفتهاش مليح. لافاقس ما شفتيهاش مليح؟ نعم. قلنا نديروا 6 حبات زروديه تكونوا مسكرفجين. نعم. هكذا ونص عندك دائما نص كاس تاع السكر. ايه. حطيها فوق النار وتخليها تتعسل، يعني تدبر وتتعسل. ايه. وكي تشوف كي تشوف فيها تعسلت تنحيها. أيه؟ تواسي لها. أيه؟ نص كاس تاع اللوز. ايه. ومغرف كبيرة تاع قرفة. ايه. وتخلطيها مليح. هذاك هو هذاك هو الحشو تاعك اللي تحشي به. أيه؟ الحلوى. ايه. وتجيب لينا مليكة. ايه.
هذا ما كان. ان شاء الله نهدي هديتي قال العائلة ان شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك. يسلمك، لا يحفظك ربي يعاونك. شكرا، بارك الله فيك مليكة، شكرا شكرا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، قلنا 3 حبات بيض، نص كاس تاع السكر، نخلطهم مليح هكذا هكذا بهذه الطريقة، خلطوها مليح. نزيد هنا مبشور الليمون، قلنا مبشور تاع حبة ولا زوج ليمونات، والسر في البسبوسة هذا المبشور الليمونة هكذا، نخلط مليح. شوفوا معايا هكذا. نزيد هنايا هذه راح نخليها من بعد، نزيد قلنا نص كاس تاع الزيت هكذا، ونخلطوا مليح. شوفوا معايا يلا نزيدو نشوفو مكالمة. الو، انقطعت المكالمة، ان شاء الله عبد الرحيم يعاود الاتصال وان شاء الله يتصل بينا ويحكمنا. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، زدت نص كاس تاع الزيت، خلط مليح هكذا بهذه الطريقة، كيفية سهلة. ونزيد كذلك قلنا كاس غير ربع تاع الحليب هكذا بهذه الطريقة. شوفوا معايا، نخلط مليح هكذا، نزيد هنا كاس ونص تاع السميد، يكون متوسط السميد، لازم يكون متوسط هكذا، نخلط مليح يلا هكذا. يلا نزيد نشوفوا مكالمة. الو الو، السلام عليكم. السلام عليكم، بالخير، واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. راكو دايرين غايه؟ لاباس الحمد لله. واش راهم ناس وهرا؟ والله لا، رحمه ربي راه مسلمين عليك. الله يسلمك، بارك الله فيك، شكرا، يعطيك الصحة. تاع الحوت. نعم، لي زومبلا تاع الحوت. حبيت لي رسالة تاع الحوت هكذا. لي زومبلا وا كيما مالو بايا غولميرو. ما كاش مشكل، ما كاش مشكل. ما كاش مشكل. هذا ما كان بالخير. اسمع الحوت، درت سيد ذاك الفلون نجح لي. درت الفلون نجح لك؟ واه. هاي بصحتك، بصحة والراحة. هاي درنا شوية حوت، شوية تاع لي زومبلا. ما عليه، ما كاش مشكل. أه؟ بارك الله فيك، ما كاش مشكل بالخير. درنا غير شوية تاع لي زومبلا تاع حوت، وإن شاء الله غير العجينة، العجينة توحش الحوت. ما كاش مشكل. هاي بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك بالخير، شكرا لك. شكرا للاتصال. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام، خلطت كاس تاع الفارينه مع زوج مغارف كبار فانيليا وكاس تاع خميره الكيميائيه هكذا، نخلط مليح. شوفوا معايا، شوفوا هنا البسبوسه سهله وبسيطه، خلط مليح هاي ليك، خلطو برك مليح. هذه هي البسبوسه تاعي. دوك هنا ناخذ سنيوه اللي تدخل للفرن. هنا الكميه اللي درتها سنيوه صغيره، شوفوا ناخذ انا هاد السنيوه هاي ليك، ناخذ هاد السنيوه مربعه الشكل، نحطها هنا، راح نحطها، نحط لها شويه تاع الزيت. شوفوا معايا شويه تاع الزيت، ندهن السنيوة تاعي هكذا بهذه الطريقة. وانتو تحبوا سنيوة كبيرة على هذه، دونك ضعفوا الكونتيتي، يعني ضعفوا الكمية هكذا بهذه الطريقة. يلا نزيدو نشوفوا مكالمة. الو الو، مساء الخير سالم. السلام عليكم زبيدة، واش راكي؟ واش راك وليدي لاباس؟ صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، الله يهنيك. واش راهم ناس بليده؟ لاباس يا وليدي. الله يسلمك، يطول عمرك. شحال وانا يا باش نقبضك حتى دوكا باش راني قبضتك. هاي الحمد لله، الحمد لله، مرحبا بك. يسلمك وليدي. الله يسلمك. شكرا بزاف على القريه اللي كدير فيهم. الله يسلمك، الله يسلمك، يطول عمرك. يسلمك وليدي. وقولي لي خالتي زبيده، كاش ما جربتي؟ جربت المعجون اللي درته لنا ذاك النهار. تاع تشينا. تاع تشينا ايه. وجهايل.
جاب يدك الصحة. الله يسلمك طول عمرك. ولقات تاع نهار الأربعاء اللي جا هذاك الجين معاك. هذيك شفت وقيت مادة وخرجنا رحنا. ما كملتيهاش؟ ما كملتهاش شفتها حبيت تعاودها لنا. ما عليه ما يكون له خاطرك. تاع بريوش هذيك. لا لا ما دارش بريوش دار ديطار دار وحدة وفروي ودار وحدة وشوكولا. كيف امين نحييوه. صح وليدي. الله يسلمك صح. الله يسلمك طول عمرك. تعاودها لنا. ما كاش مشكل. يعطيك الصحة وليدي ربي يعاونك. شكرا بارك الله فيك شكرا يعطيك الصحة. شوفوا هنا مشاهدينا الكرام بعد ما تدهنوا السنيوة تاعكم راح تفرغوا لاباط تاعكم هنا في هذه السنيوة. قلت لكم إلا حبيتوا سنيوة كبيرة على هذه دونك راح تضعفوا الكمية باش تحصلوا على بسبوسة تكون كبيرة على هذه. راح ندخلها الفرن على درجة حرارة 160 حتى 175 درجة حتى نشوف الفوليم تاعها يعني الحجم تاعها زاد ونشفت وخذت هذاك اللون الذهبي. ندخل الموس نشوف إذا خرجت يعني الموس خرج ناشف عرفوا بلي طابت. من بعد راح نشربها بالشربات اللي تكون باردة لأن فيها 4 كيسان تاع الماء و 3 كيسان تاع السكر وشوية تاع القارص. نخليها حتى تغلي الغلية الأولى والثانية نطفي لها ونخليها تبرد. من بعد البسبوسة تاعي تكون سخونة راح نشربها وراح نزينها بشي اللي عندكم مات كوكو بيستاش يعني الشيء اللي يكون عندكم التزيين خليكم الاختيار. مشاهدينا الكرام راح ندخل البسبوسه تاعي للفرن نروحوا فاصل قصير ونعاود نوليو وراح نشوفوا الكيفيه تاعنا حاضرين وجاهزين امامكم. خليكم بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا الوصفات عن هون تاع نهار اليوم عفوا راهم حاضرين واجدين امامكم. الوصفه الاولى اللي كانت حلوه جافه اللي كنا حضرناها بالجزر صدقوني بنينه بنينه بزاف 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 بشهاده ليكيبا. اما هنا كاع مقابل يدني الكاميرا من هذا ثاني ويضحك لانه عجبته بزاف بزاف. شوفوا مشاهدينا الكرام اللي حشيناها بالجزر هنا هذيك الزروديا تخليوها تتعسب نص كاس تاع السكر من بعد تزيدوا لها نص كاس تاع اللوز ومعرف كبيره تاع قرفه. من بعد رايحين تحشيو هذاك الحلوه بهذاك الجزر صدقوني بنينه بزاف بزاف بزاف. لازم عليكم تجربوها ورجعوا لي بالخبر. والوصفه الثانيه اللي كانت بسبوسه اللي طلبتوها مني بزاف بزاف هي لك بطريقه بسيطه بعد ما قلت لكم الحجم تاعها يطلع هذاك الشربات رايحين تخليوها تبرد ورايحين تشربوها بهذيك الشربات وتخليوها تشرب مليح. من بعد زينوها بشويه تاع نوت كوكو ولا شويه بيستاش ولا الشيء اللي يكون عندكم في الدار وتخدموها بهذه الطريقه. ان شاء الله مشاهدينا الكرام تكونوا خديتوا المقادير وطريقه تحضير هذه الوصفات. راح نتلاقى بكم غدوه ان شاء الله نفس التوقيت نفس التوقيت نفس القناه وراح يكون معنا يكون معايا زوج وصفات طلبتهم كذلك انتم. من هذاك الوقت هلاولي في روحتكم هلاولي في صحتكم سلام.